الكرة كان فيها مساحة، مالكم طويلة حلوة خلف المدافعين، نيمار بكرة عدت، يا الله حلوة اللقطة الماضية من جانب مالكم. أول فرصة حقيقية خطيرة لنيمار بعد تمريرة من مالكم، لم يكن فيها نيمار متسلل، الكنترول تحرك مصطفى حطها من فوق مصطفى لكنها عالية، وبالتالي عدت بعد ذلك إلى ضربة مرمى. سافيتش يحافظ على كورة سيرجي إلى البريك، ثم نيفيز، ثم شاراني تحرك، ثم تبريرة تصل إلى نيمار مع سالم، فيها تغطية وتدخل، لمسة يد لم يحتسب شيء، الحكم اعتبر استمرارية لعب بدون تعمد في اللقطة الماضية بحسب قرار حكم اللقاء في هذه اللقطة. الكورة اللي كانت من نيمار، يبحث عن الهجوم، يبحث عن ردة فعل، عن عودة، عن هدف تعادل، عن نقطة، عن بداية حقيقية في الموسم، عن اغتيال الفرحة الهلالية في هذه المباراة. الكرة الأمامية لكن أقرب إلى مالكم، مرتدة سريعة خطيرة يقودها مالكم مع نيمار على اليسار، تمريرة باتجاه نيمار، نيمار بكرة، نيمار مر، نيمار يحاول لكن التغطية في اللحظة الأخيرة في الحصول على شيء في هذه الدقائق اللي يلعب فيها. كرة حلوة، كرة حلوة، حلوة أمامية خطيرة مرت إلى الزين داخل منطقة الجزاء، أحمد بكرة عرضية لسيسي بالراس ومرت، يا الله مرة أخرى، كرة أخرى وفرصة أخرى، فما كان عنده أكثر من لقطة حلوة في هذه المباراة. بعيدة بعض الشيء، نيكولاي محاولة لبصعتي ضمك في هذه الأثناء، نيكولاي تسديدة حلوة، يا ولد يا ولد يا ولد يا نيكولاي، مستحيلة مستحيلة يا نيكولاي مستحيلة، أي كورة وأي روعة، يا الله التعادل لأبناء الجنوب، تنصف أبناء الجنوب أخيرا بعد أن دانت لهم الأفضلية في الكثير من اللحظات، يصلون أخيرا إلى مرمى الهلال بضربة في منتهى الروعة، غلطت ياسين بونو، بارع 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 بارع، رائع رائع رائع، هذا المتألق نيكولاي، فرحة كبيرة يا ضمك، روعة كبيرة يا ضمك، ليلة كبيرة يا ضمك، يا نيكولاي. نيفيس مرة أخرى تصل بعد ذلك إلى سيرجي، ميلينكوفيتش، سافيتش على اليسار إلى سالم الدوسري في مكان خطير، محاولة باتجاه ياسر، الشاراني عرضية لكن التغطية الدفاعية، وبعد ذلك الكرة خرجت إلى ضربة مرمى. للجميع اندفاع هلالي واعتماد ضمك على المرتدات، ميتروفيتش إلى سافيتش، تحرك من جانب سالم في مكان خطير، نيمار لكنها عدت خطيرة، وبعد ذلك إلى ضربة مرمى. خطيرة اللقطة الماضية من جانب ميلينكوفيتش، حلوة التمريرة، شوف إنه سافيتش يكون أخطر عندما يكون قريب من مرمى الخصم وليس لاعب متأخر. بالنسبة لسافيتش تحرك نيمار، وهذه كرة ليست كرة نيمار، الكرة عند نكولو، لمسة إلى نيكولاي الخطير، ستانشو تسديدة خطيرة لكنها مرت، حلوة يا ولد، لقطة في منتهى الروعة مرة أخرى يا نيكولاي، يا نيكولاي حب قلب الطاولة، حب قلب الموازين، حب مرمى الهلال، حب شباك بونو، لكن الكرة مرت بمحاذاة القائم، خطيرة للغاية من جانب يا نيكولاي كتهديد على المرمى. كولا يلعب كرة عرضية بالراس، يا الله شوية حظ يا ضمك، شوية حظ يا ضمك، يا لها من لقطة حلوة كانت، روعة كانت، جميلة كانت، راسية في القائم وبعد ذلك عادت لمصاعة ضمك، كعب حلو عالي وجميل، والتمريرة بيني أحلام، وكرة أجمل، وبونو وبونو في اللحظة الأخيرة، يا الله لولاك يا بونو، ضمك كان عند الكرة والآن الفرصة، تمريرة لا تكتمل، إنذار كان لميشيل، كرة سيسيل خطيرة الغاية، شوف ردة فعل ياسين بونو في العديد من الكرات لتعلم أن الهلال يعاني في مباراة الليلة. دقيقة أخيرة على نهاية المباراة،
الجيل ياتي اليمنى، محاولة من جانب ميشيل، يحاول ميشيل خطيرة، مر ميشيل بكرة لكنها صدمت في الدفاع. يحافظ على كورته، سالم إلى نيمار، ساميتش على جهة اليمنى باتجاه ميشيل، ميشيل محاولة مرور، تغطية أمامه وكرة لكنها في يد الحارس مصطفى زغبة. سهلة في يد مصطفى زغبة في اللحظة الأخيرة من هذه المباراة، ونحن ننتظر بالتأكيد صافرة حكم اللقاء الحكم الروماني سيمان كوباكس. يستعد لإطلاق صافرته أحداث هذه المباراة العصيبة والصعبة على الهلاليين، الرائعة الرائعة جدا لفارس الجنوب اللي خطفوا نقطة ثمينة، بل كان يمكن أن يحصلوا على ما هو أكثر من ذلك لفريق كوزمين كونترا اللي قدم تقريبا أفضل مبارياته في الموسم في الوقت اللي فيه. مرة أخرى أقول سيتصدر جيسوس العناوين وسيكون تحت ضغط رهيب، لا أعلم ما إذا كان سيتصدر.